عشان ما بقاش بفتي. احنا نسأل دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. ازي حضرتك يا دكتور جمال؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه يا دكتور؟ ربنا يخليك يا حبيبي. وحشنا قد الدنيا والله. والله وانت معايا دكتور جمال. انا سمحت لنفسي بمساحه ادلي بدلوي باعتباري ولي امر ومجرب، وباعتباري كنت طالب في الثانويه العامه يعني زمان، بس صححني لو انا غلطان في اللي كنت بقوله. يا رب يخليك يا دكتور. طب خلي بالك الخط بيقطع جامد، لو نقف في بلكونه ولا شباك وفرصه فيه نسمات عليله نقدر عشان نسمع صوت حضرتك. احنا ما سمعناش صوت حضرتك من زمان. لا كده تمام يا فندم. كده معقول؟ قول لنا بقى يا دكتور، يعني الكلام اللي انا قلته ده فيه وجاهه؟ ينفع يعني؟ بس يا فندم الولاد النهارده او اولياء الامور كمان المشكله اخف من 5 سنين لورا. يعني بنتكلم بمصداقيه، كان زمان الاب والام بيدور على الكليه في جامعه القاهره، في عين شمس، في اسيوط، في المنصوره، النهارده في جامعات اهليه، في جامعات خاصه، يعني اللود النفسي اقل شويه. مفروض. ولكن هو بيدور على الاقل تكلفه بالنسبه. حلو، ماشي، حقه. بدل جامعه اهليه اقل من الجامعه الخاصه، جامعه حكوميه شبه مجانيه، بندور على دي. الى جانب التعليم نفسه، الى جانب بندور على فرص تعليميه في تخصص معين، بيبقى الولد او الاهل، يمكن الاهل اكتر كمان من الولد عايزينه، ولا ممكن في بعض الاولاد عايزين كده، ولكن احنا بنتكلم على العوام اكتر دلوقتي. طبعا الاولاد عايزين يطلعوا لعيبه كوره، عايزين يطلعوا ممثلين، عايزين يطلعوا يوتيوبر وتيك توك. مش عارف ان ايه واحد عاوز يطلع يوتيوبر يعني، هتنقط والله العظيم. دكتور جمال هنحاول نتصل بحضرتك تاني، الشبكة يعني مغشلقة خالص خالص خالص، واحنا عاوزين نستفيد من حضرتك قدر الامكان. شكرا مرة تانية دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، تاني وتالت ورابع وخامس. دكتور جمال قال لي لا انت صح عندك حق. يا جماعة الثانوية العامة، اصل اولياء الامور بتوع دلوقتي هم الناس اللي قدي. هو انتوا شايفين ان الثانوية العامة دلوقتي زي بتاعت على ايامنا؟ ده دلوقتي جنة فردوس، وعلى ايامنا كان ثانوية، ده احنا على ايامنا كانت مدبحة يا عم، ده كانت رهيبة. ده دلوقتي عندك سؤال ولا سؤالين هم دول الاسي، اسئلة مقالية، وبقيت الأسئلة كلها علم مالتيبل تشويس وبابل شيت وجو كتكوت جدا أمريكاني، حاجة عظمة. بالمناسبة هو أحسن من الأمريكاني، لأنه أظن إن احنا في جزء كبير من طريقة الامتحانات بتاعتنا لو أنا متذكر أو فاهم مظبوط من شمال أوروبا من النرويج يعني. فالمسألة أبسط كتير. أنت كنت في الثانوية العامة زيك، بتضغط على العيال ليه؟ حاجة غريبة. ينفع ملاح تعمل كده؟ ما ينفعش، سيب العيال يا ملاح. خلونا ناخد معانا مرة تانية دكتور جمال فرويز. مرة تانية أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ أيوة، الصوت كده إيه؟ مزيكا. تمام. قول لي يا فندم. بص يا فندم، فإحنا دلوقتي هي المشكلة كلها إن أحيانا في طالب عايز كلية بعينها، أو الأسرة ما حققتش هي الغرض اللي هي عايزاه في نفسها، الأب أو الأم كان ليه هو طموح في كلية معينة، هو شايف في ابنه القدرات إنه يحقق هذا الطموح، يعني بيشوف إنه في ابنه الألمعية التعليمية، حب للدراسة، حب للناحية البيولوجية في الطب أو في الهندسة واتفر، أو بيشتغل في مكانه وعايز ابنه يكمل مكانه، ودي ناس كثيرة جدا كده النهاردة بيبقى عامل مشروع وشايف إن المشروع ناجح وشايف إن ابنه هيبقى الاستمرارية ليه في المكان، فيفضل لما يكون متخصص. ولكن دلوقتي الأمور لازم نفهم الناس نقطة، زي ما سعادتك ذكرت في الأول، مش كل اللي دخل كلية نجح، ليس كل من دخل الطب نجح، وليس كل من دخل الهندسة نجح، وليس كل من دخل التجارة نجح. في ناس دخلت كليات قمة، إعلام، اقتصاد وعلوم سياسية، طب، هندسة، ما حققوش اللي هم عايزينه في الحياة. الأهم النجاح الحياتي العملي. النهاردة لما طالب بيدخل كلية معينة وبيحب المادة العلمية بتاعتها، أنا بضمن له 100% بقول الولد ده هيبقى ناجح. يعني عندنا في كلية الطب لما بشوف طالب الولد امكانياته كويسه وحب الماده وبيسعى ورا الماده، بقول انت هتكون دكتور شاطر في يوم من الايام ويشار اليك بالبنان. لكن في ناس بتاخدها ان مجرد انا جبت مجموع يدخلني ودخلت والحمد لله ربنا كرمني وربنا بيقضيها وبننجح. ده انا اسف هيبقى موظف مش هيبقى طبيب. فبالتالي دائما بنقول خدوا بالكم، اهدوا. النهارده مش المهم اسم الكليه، المهم ينجح في التخصص اللي يدخله في الكليه، اي كليه او معهد. ده في معاهد بتدي انا اسف مستقبل احسن من مليون كليه تاني، في كليات بتبقى بالنسبه للناس مبهمه من الناس مش عارفاها،
ومع ذلك بيبقى ليها نجاح في الحياه العمليه بسرعه عاليه جدا. ده لازم التفكير بتاعنا غير نمطي عشان ننجح في الحياه طبعا. يعني انا بس ادي نصيحه للولاد والطلبه نفسهم بقى بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. حاجتين. اول حاجه، كل لما يجي النهارده بالليل هيجي يمسك الكتب بتاعته هيقول لك انا مش مذاكر حاجه، انا كل المواد راحت من دماغي. ده متوقع. اقول له ما تخافش خالص، وقفل كتابك وادخل نام. اهم نقطه، عدد ساعات النوم مش اقل من 6 لـ7 ساعات. حلو. اصحى الصبح اقرا الاذكار بتاعتك او التراتيل بتاعتك، بعد كده روح الامتحان، اقعد خد نفس من بقك كده 15 20 مره وانت قاعد ورجليك على ركبك وانت مغمض عينيك، بعد كده تنفس عادي وافتح ورقه الامتحان، هتلاقي الاسئله اللي انت كل اللي انت قلت انا مش مذاكره طالما انت حضرته قبل كده وذاكرته، ده الشرط يعني. ذاكرته قبل كده هتلاقي الاجابه نازله متدفقه بصوره طبيعيه. ده طبيعي جدا، ما تخافوش من النقطه دي، هتحس ان انت ناسي، ده عادي جدا، ده قلق فسيولوجي وبنسميه طبيعي، احنا ما نزودوش لقلق مرضي زي ما سعادتك ذكرت في الاول، واجيب له ملزمه، تعالى ده فلان الفلاني عامل ملزمه، ده مستر فلان عامل ملزمه، ده في ابن جارنا اللي دخل مش عارف كليه الهندسه عامل ملزمه. اوعى تشوف حاجه غير اللي انت ذاكرت منها وراجعتها قبل كده وحافظ اسلوبها، هتدخل الامتحان هتحقق الغرض اللي عايزه منه. واتمنى التوفيق لكل الولاد باذن الله. امين يا رب العالمين. انا بشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر للدكتور جمال فلويز، فلويز استشاري الطب النفسي. ايوه دكتور جمال قال حاجه حلوه قوي. مسألة ايه؟ ده جارنا اللي في الدور اللي فوقنا كان عامل ملزمة للمذاكرة بتاعته، دخلته هندسة، هجيبها لك، لازم تقعد تراجعها. حليت ال 19 الامتحان بتوع النهاردة. انت عايز بقى تحل 19 امتحان ليه؟ النهاردة؟ يعني وزع. تاني، على رأي البرنامج الإذاعي الشهير، أبنائي وبناتي، أولا الوقت بتاع إن أنا أقول لك النصيحة دي عدى، لكن للي ذاكر، انت ذاكرت ووزعت المنهج بتاعك على مدار السنه وانت 100 فل و14، بلاش مساله انهاك عقلك اكتر مما يجب. غلط زي بالظبط كده في تمارين الرياضه، مش في حاجه اسمها كده ريكفري، انت بتقعد تتمرن حلو، بعد ما خلصت التمرين اجي تاني يوم العب لنفس العضله، غلط، هتتمزق وهيجيلي اصابه والعضله مش هتتطور، لازم تسيبها من يوم ليوم ونص وممكن يومين عشان يحصل تطور عضلي. مخك اهم من عضلاتك، فتخيل اذا كانت عضلاتك محتاجه ريكفري، محتاجه انها تعمل لنفسها اعاده بناء، ترتب نفسها. المخ ده عامل زي ايه؟ زي مكتبه. حضرتك رحت اشتريت كتب كتير جدا في معرض الكتاب مثلا وخدتها، الله يديك صحة ماما، كانت تبقى تديني معرض الكتاب ونقعد نشيل كتب وبتاع ونطلع السلم حدوته، بيتنا ما فيهوش اسانسير، فحاجه صعبه جدا، ونشيل بقى كتب قد كده اهو وبعدين نحطها. لما بحط الكتب قدامي، قدامي حلين، ياخدها زي ما هي ازق في المكتبه، وفي الحاله دي لو جيت تدور على اي كتاب مش هتعرف تلاقيه. ليه؟ لان انت جبت الكتب حطيتها في الارفف عمياني. لكن لو جينا فرزنا الكتب وصنفناها، ده انا عايز مثلا قصص الانبياء اهي، انا عاوز مثلا تاريخ مصر الحديث اهو، عايز مش عارف ايه في الجغرافيا اهي، عايز كذا في علوم الاحياء اهي، عايز كذا في اهي، ما خلاص هو كله جنب بعضه. حتى لو انت مش فاكر قوي، اول ما بتبص على الكتاب تبقى عارف انه اللي بعديه ده هيطلع الكتاب اللي انت عايزه، هتعرف تبص. ده مساله بقى مخك، استدعاء المعلومه، انت دخلت المعلومات خلاص، خلاص عملت اللي عليك. هنقعد نحشر بقى؟ ما ينفعش، سيبها هي بتترتب في المكتبه، بتتصنف وتترتب في المكتبه اللي هي الذاكره، وده كلام علمي بالمناسبه يعني جدا، وحصل مع يعني بطريقه ما مع صديق ليا كان بيعمل عمليه في المخ، ربنا يديكم جميعا الصحه ويعفي عن اي حد، والدكاتره في امريكا قالوا له كده بالظبط اللي انا بقوله لك، هي مكتبه فيها الملفات وفيها الكتب وهي بتترتب بنظام، ما تروحش انت بقى جاي عايز تبوظ الدنيا وشكل عشوائي، غلط.